اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أجل سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. حسن يا حسن، قوم اتوضى يا ولدي، الفجر عيدا يا حسن. لا إله إلا الله، زي كل مرة. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اصطرها معاك يا ولدي، اللهم احفظك من كل سوء. مع السلامة يا حسن. بس تهم بسرعة وحياة أبوك. هم هم شوية وحياة والدك. أديك شايف الإشارة يا عمنا، احنا كل يوم في الهم ده. البلد دي ما بقتش تهدى لا ليل ولا نهار. هي الساعة عدت 8 والخلق كلها في الشارع، والله بفضل في الزحمة دي لبعد 12 وساعات لوحدي. معلش أنا هنزل هنا. صبرك بس، هي فتحت. كل توقف توقف، انت غبي. انت اللي غبي، انت اللي جاي من ورا وخبطتني. وحياة امك ما يسيبك الا تسمع. والله لو اوريك يا ابني تكعد الاسم ده انت مش تطلع منه اساسا. اوعى اوعى، وسيبك غير في الاسم. حاسب يا ابني، الاسم ده اساسا انت مش تطلع منه. يا ايش يا عمنا، انت شايف الاول؟ شوف الافتراء بتاع البنادمين، شوف الافتراء بتاع البنادمين. يلا يا خيلة قوم اتنازل عشان تروح. اتنازل ليه؟ انا هعمل تقرير في المستشفى واروح ارفع عليه قضية. انا مناخيري اتكسر. بقول لك ايه، خلص، هو مش هيدفع اكتر من دول. كام؟ 200 جنيه. قوم يلا. وانت يا خيلة تعال امضي هنا. يلا معلش يا باشمهندس، كتر الف خير. لو لا ما كنتش طلت ولا ربع جنيه. دي ناس مفتريه. قدر الله وما شاء فعل. رايح فين؟ والله لا يمكن، لازم اوصلك. انت كنت هتيجي هنا ازاي لوحدك؟ دي حته تلبش الجد، ولا يمكن تكون ساكن هنا. نزلنا عند الجامع ابو ماده منوره. ماشي، شيخ بكري، شيخ بكري، شيخ بكري، شيخ بكري.
ما صدقتنيش ليه؟ يا عز على المجروح يقول مجروح يمكن يقولها لنفسه أو ما يقولش ويا عيني أصعب ما في عذاب الروح يعذبك ولو عليه ما تهونش عيني يا عيني شيخ بكري مات الموتة دي ليه؟ عشان ما سمعنيش ما صدقنيش. أنا اللي قتلته، أنا اللي قتلته. اعترف ومسكناه متلبس. وايه دوافع القتل يا محمود بيه؟ من الواضح كده انها سرقه، لان لقينا صندوق النذور بتاع القتيل فاضي، وفي شهود بيقولوا ان الصندوق كان مليان فلوس كتير. وعلى كده لقيتوا الفلوس مع القتل يا فندم؟ لقيناها. قتلته. انا اللي قتلته. بعدين معاك يا زمان أنا بحسبك يا زمان ممكن تراعيني أتاريك بيشديك جوي صوتي ساعت ما بقن أنا متلع عندك معايا لم ترى عيني لكن بعود وامتسل وأقول مسير يكن علي نعم الناس دي تجنن الراجل ده لو وصله حد هناك مش هيبقى معايا في الاسم وفي الاخر يقتل عشان كده ده كانت بنين لاقي معاه 5000 جنيه و وشوية فكة ليه؟ ده شغل عفاريت ووقعوا في بعض تلاقي شيخ الجامع عزم عليه فالتاني راح هوب قتله هعرف اللي حصل وبقولك انت اكيد اتجننتي انت لسه هتدوري على اسم شخلف ده الله مش جوزي جز رقبتك يا شيخ انت مشوفتيش اللي حصل لهاني والقصر بتاعه ولا عايزاه يولع فيك انت كمان يولع فيا ليه
انا مراته واقفه جنبه وهوكل له محامي كمان. لا ده انت اكيد اتجننت ومفيش فايده. الو. ايوه يا متر، انا عايزاك ضروري. سين، ايه صلتك بالمجني علي؟ والتزم المتهم الصمت. سين، هل سبق معرفتك بالمجني علي؟ والتزم المتهم الصمت. سين، هل كان دافعك لقتل مدعو بكري إبراهيم محمدين هو سرقة الأموال الموجودة في صندوق النذور؟ والتزم المتهم الصمت. سين، ما مصدر الأموال التي وجدت معك؟ الفلوس اللي لقوها معك بتاعتك ولا بتاعت صندوق النذور؟ لو أنت فاكر إن سكوتك ده هيخفف عنك العقوبة تبقى غلطان. انت كده بتحط القاضي قدام حكم واحد مفيش غيره، هو الاعدام. ومحاولتك بقى ادعائك الجنون. لا، انا مش مجنون، انا مش مجنون. ما انت نطقت اهو. طب قول لي بقى، قتلت المجني علي ليه؟ ها، وعرفته فين وامتى وازاي؟ والتزم المتهم الصمت فيما وجهت اليه من اسئله، ولحين ورود تقرير الطبيب الشرعي امرنا نحن وكيل نيابة الخليفة استمرار حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وإيراع التجديد. ادخل. في محامي بيقول بره إن هو حاضر مع المتهم. مش عايز محامي! ما وكلتش محامين يدافعوا عني! أنا اللي قتلت الشيخ بكري وقتلت كريمة. كريمة مين؟ وعبد الله وعبد الرحمن وشيماء وشربات. لا، دول حركتهم، هو قتلته. اعدموني وخلصوني من اللي انا فيه. انا اللي قتلته، انا اللي قتلته وحركتهم، انا اللي قتلته. خدوا يدي من هنا، خدوا على الحبس. أنا اللي قتلتهم حركتهم، حركتهم وقتلتهم. يحول المتهم إلى الكوميسيون الطبي للكشف على مدى قواه العقلية. أنا قتلته وحركته. اعدموني، ارحموني من العذاب اللي أنا فيه. ابعت يد الإشارة دي بسرعة، خليهم يجي ياخدوه لحسن يعمل لنا مصيبة. تبقى إنه مجنون. تمام يا فندم. ودوه مستشفى المجانين. هما الناس دي اخرتها محببه، يا يتجننوا يا يتقتلوا يا يتشلوا. عارفه ليه؟ عشان بيعندوا ربنا وبيحطوا ايدهم في ايد الجن، لازم تبقى اخرتهم وحشه. ما دام انت عارفه كده، جبتي عالجني ليه؟ جوزتيني ليه؟ دلوقتي بس افتكرتي ان هما بيعندوا ربنا؟ انت هتروحي مني يا بنتي؟ افضل ساكته اتفرج عليكي؟ ده انا وديتك بدل الدكتورة 10 ومحدش عارف لك علاج. بس الشيخ خلف هو اللي عليك. ايه الاخبار؟ وقت جديد يا سيدي، قاتل ومعترف. شفته؟ خليت عوض اداله هيدوليا هديه شوية. مهندس زراعي؟ تبقى تفعص انت فيه يا سيدي براحتك. سلام. ايه كمان يا سيدي؟ لا حول الله يا رب. مهندس زراعي، قتل وبهدف السرقة. الله عليك يا عوض. انا لمحتك داخل من العنبر قلت الحقك بفنجان القهوة المتين. انت استاذ
قول لي اخبار الحاله اللي جت دي. ده كل اللي قلنا كوم وده كوم تاني خالص يا دكتور. ده كان هايج عامل زي الطور اللي مدخلينه يعني السلخانه لا مؤاخذه. الدكتور اشرف كشف عليه؟ رافض يا دكتور انه يكشف عليه ومصر انه عاقل ومعترف بجريمته. طيب لما يصحى بناديني عاوز ادردش معاه شويه افعصه على راي الدكتور اشرف. تحت عمرك يا سعاده الدكتور. ساعات على الاقل بعد المهدد. تعال ورايا. أنا عايز أأكد لسعادتك إن مش ممكن يكون قتل. ويقتل عشان إيه؟ عشان يسرق. ده سعادتك حاطط 300,000 جنيه وديعة في البنك بيكفل بيهم 3 أطفال عندي في الملجأ، عبد الرحمن وشيماء وعبد الله، وهو اللي سماهم على أسماء ولاده الثلاثة اللي ماتوا. واضح إنك تعرف المهندس حسن من زمان. الحقيقة من 7 سنين بعد الحادثة اللي راح فيها مراته وولاده الثلاثة. والحادثة دي حصلت ازاي؟ اللي سمعته سعادتك ان انبوبة بوتاجاز انفجرت والنار مسكت في البيت وخدت مراته والتلات ولاد. وحسن ما كانش معاهم وقتها؟ لا سعادتك، بس لما رجع لقى النار ماسكة في البيت، حاول يرمي نفسه وسط النار عشان ينقذ مراته والتلات ولاد. الاهالي حشوه بالعافية. قعد فترة طويلة قوي بعديها لا عايز يكلم حد ولا حد يكلمه، وفجأة باع المزرعة وجاء عندي الدار وطلب ان يكفل 3 ولاد وحط لكل واحد فيهم في البنك وديعة ب100,000 جنيه واختفى بعدها وما سمعناش عنه اي حاجة لغاية ما قريت الحادثة في الجرنان. معقول سعادتك واحد زي ده يقتل وعشان ايه؟ عشان يسرق صندوق نزور.
معقولة ده؟ هنعرف، احنا لسه بنحقق. طبعا دي بديبرسيف، حالة اكتئاب عميقة. بيرفرانس وسايد، ميل شديد للانتحار. كشف التقرير الطبي أن الجريمة تمت فيما بين الساعة الثامنة. إزاي ده؟ ده الحد 10 كان معايا في القسم. خلاص روحوا الكلام ده في النيابة. أنت تعمل خلاصك قدام ربنا، مالكش دعوة بالباقي. صح بقى كده وفوق يا راجل. لازم تفوق بقى كده وتاكل عشان نخرجك من اوضه الفيران دي. ايوه كده، انت لازم تتحرك، مش هينفع تفضل نايم كده على طول، وبعدين لازم تاكل. ما تسيبوش الا لما ياكل، وخده يتمشى في الجنينه شويه. يلا يا ابو علي، مش بيدلعوك ويقولوا لك يا ابو علي برضه؟ يلا يا ابو علي، كل الزبديه دي. لا اسمع الكلام بقى وكل. لا كده ما ينفعش يا ابو علي، كده هنعلق لك محاليل وناكلك بالعافيه. قول يلا. السلام عليكم يا عم. تعال هنا يا ولد. عايز ايه؟ اباي انا جاي اطمن عليك، كفرت يعني يا عم؟ وديك اطمنت، خلص. طب سلام عليكم يا عم. تعال هنا. مرتك كانت عايزه ايه؟ ما عايزاش حاجه. امال مالك عمال تهرب كده؟ في ايه؟ حسن يا عم. ماله يا ولد؟ جادي الطريق، لا صديق ولا حتى مليت ريك، ماشيك لوحدي ما ونسني إلا صوت الريح، وحداني ما فضل غيرك بالزمن يا طريق، بنغني غنوة سوا عن غربة المجاريح. يا زماني لا يا مدام، حالته ما تسمحش بالزيارة دلوقتي. يعني ايه؟ انا جايبة تصريح الزيارة بالعافية يا دكتور. انا مش هتكلم معاه خالص، كل اللي انا عايزاه اني اشوفه ويشوفني، يعرف بس اني جيت. طب نستنى بس اليوم او اتنين لحد حالته ما تهدى شوية، وانا بنفسي هتصل بيكي. احنا لغاية دلوقتي لسه بنحاول نهدي نشاط المخ، لسه ما بدأناش مرحلة العلاج. هو بياخد جلسات كهربا؟ طمني خالص، هو ما خدش غير جلسة واحدة لغاية دلوقتي. كده يبقى لازم اطمن عليه واشوفه. يا فندم ممكن ما يتعرفش عليكي، احيانا الصدمة بتتسبب في فقدان للذاكرة مؤقت، ممكن يستمر اليوم اتنين. اطمن واشوفه لو سمحت يا دكتور. قفلت كفي عليكي يا دنيا وضمنتك، فتحت يدي لقيت الوهم، ف
تكفي أجع وجاف واتكفي يا دنيا معرفتك وكل ما جيت شموعي انت بتطفي. طب يلا قوم فز روح لعيد خليه يجي بعد الفجر ياخدنا. ياخدني؟ ياخدنا على فين؟ ندور عليه. بقول لك سرق وقتل يا عم، انا عارف انه دي اخرته، واللي هاجج على طول يا عم لازم يطلع. انت هتعمل اللي اقول لك عليه والله روح انا من سكات. لا يا عم، لا انت تروح ولا تجي، احنا مش عايزين فضايح اكتر من جديد. كل اللي همك الفضايح، ما همكش اخوك بريء ولا لا؟ انا عارف متوكد انه ده هيحصل له يا عم. يا واد يا واد، اخوك طول عمره مع ربنا، اتقي الله في اخوك. يبقى ربنا يتولاه برحمته يا عم. سلام عليكم. غور زبادي وعسل. ايوه ماشية معاك مربى. تمسك يا ابويا وتاكل ولا اكلك بايدي؟ قول. الله. والله شكلك كده لو كملت في الدور اللي انت عامله ده هتاخد براءة عدل، ولا يهمك تكون انت ومالكش دعوة بينا. اكمل الدور؟ انت فاكرني بكذب عليك؟ انا اللي قتلتهم كلهم، انا اللي قتلتهم كلهم. ايه يا ابويا؟ عشان نقتل الكعب كمان عشان تعذبوني. مش عايزين بس سيبني ابوس ايدك. سيبني سيب رقبته، ربنا يخليك. انت مش مصدقني، مش مصدقني. انا اللي قتلتهم كلهم عشان نقتل كام كمان؟